مرحبا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الموجزة من القدس دوت كوم. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشدد في ختام اجتماع لها برئاسة الرئيس محمود عباس على أهمية استئناف الجهود مع جميع الأطراف العربية والدولية، خصوصا على صعيد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لضمان إطلاق عملية سياسية تقوم على الأسس التي تتضمن وقف الاستيطان بجميع أشكاله والاعتراف بحدود 1967 كأساس لحل الدولتين. وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا يؤكد الأربعاء أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مساعدات غير حربية للمعارضة السورية، ويشدد على رفض أي تدخل عسكري أمريكي أحادي الجانب في سوريا من دون أن يستبعد خيار القيام بعمليات عسكرية مع حلفاء للولايات المتحدة، وينتقد موقفي روسيا والصين من سوريا اللذين قال إنهما أعاقا التوصل إلى إجماع دولي على سبل لإنهاء الأزمة السورية. نظام الرئيس السوري بشار الأسد ينقل هجمات الجيش لقمع الانتفاضة الشعبية من مدينة حمص وباب عمر إلى مدن محافظة إدلب في شمال البلاد. ومسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أيموس تقول إن الأحياء التي دخلتها في حمص أمس مدمرة بالكامل. ومئات من السوريين يخرجون في تظاهرة ليلة الأربعاء إلى ساحة العباسيين، وهي ثاني أهم الساحات العامة في وسط دمشق، وتربط جغرافيا ما بين الريف الثائر في القابون وبرزة ودومة وحرستة ومناطق الغوطة والعاصمة السورية دمشق. معاون وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا عبد حسام الدين يعلن ليلة الأربعاء الخميس انشقاقه عن النظام السوري والانضمام إلى ثورة الشعب السوري. رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل يقول إن المجلس مستعد للحوار مع إقليم برقة الذي أعلن مؤتمرون فيه استقلالا إداريا جزئيا ضمن دولة فيدرالية. وحذر عبد الجليل من المساس بوحدة ليبيا بذريعة ممارسة الديمقراطية، وقال سنحافظ على الوحدة ولو بالقوة. ومن جهته نفى أحمد الزبير السنوسي الذي اختير رئيسا لمجلس برقة أن يكون المجلس انفصاليا أو أن يكون قد تلقى أي مساعدات أجنبية، وقال نرفض أن نعيش تحت نظام استبدادي مرتين. شركة أبل تكشف الأربعاء عن نسخة جديدة من الكمبيوتر اللوحي آيباد المزود بخدمات الجيل الرابع، والذي ستطرحه الشركة بسعر 629 دولارا أملا في أن يعزز تفوقها مع تزايد دخول منافسيها مثل أمازون وسامسونج إلى السوق. وقد ترأس تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل مؤتمرا هو الأكبر من نوعه للشركة منذ عام 2011 للكشف عن المنتج الجديد الأكثر سرعة. أخيرا في هذا الموجز، فتيات فلسطينيات يكسرن التقاليد بتعلم ركوب الخيل في نادي أريحة للفروسية بالضفة الغربية، حيث تتدرب مجموعة من 30 فتاة ضمن الفريق النسائي تحت إشراف المدرب المحترف حسن البزلميط رئيس اتحاد الفروسية الفلسطيني. وقد لاقت مبادرة الفروسية النسائية إقبالا مشجعا من الفتيات في الضفة الغربية، وهو ما تشير إليه والدة إحداهن وهن يركبن الخيل. والله أنا من وأنا صغيرة وأنا بتمنى إنه يصير في مستقبل للفروسية في فلسطين، وهذا اللي أنا بحاول إني أسعى إله مش بس لبنتي، لكل الأطفال بفلسطين. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم ودمتم بخير.